دكتور محمد، يمكن امبارح كان في تصريحات لافته من قبل الرئيس الاريتري اساس افورقي عندما حذر من تداعيات التدخلات التركيه في القاره الافريقيه. ربما هو لم يكشف عن هذه التداعيات، لم يشرح هذه التداعيات. ما هي هذه التداعيات التي حذر منها افريقيا؟ يعني خليه في الاول بالاتصالا بالكلام اللي قاله الاستاذ كرم، اذا كانت تركيا استفادت من الازمه العربيه او الخليجيه مع قطر ام لا. اعتقد انه المكاسب القطريه او التركيه عفوا من هذه الازمه تفوق مساله الاستفاده من الأزمة في حد ذاتها، لأن احنا إلى أن احنا إذا في تقدير نوع من التنسيق القطري التركي في التحرك في القارة الأفريقية. يعني مش مفارقة أن يبقى في زيارتين للرئيس لأردوغان مع الأمير القطري لأفريقيا، الفروق بينهم يعني أيام معدودة. يزور الأمير القطري يزور غرب أفريقيا أو عدد من دول غرب أفريقيا، يزور الرئيس التركي عدد من الدول في شرق أفريقيا، فبالتالي في نوع من أعتقد في تنسيق أيضا على هامش زيارة الأردوغان للسودان. كان في لقاء ثلاثي ما بين رؤساء أركان الجيوش السودان وتركيا وقطر، فبالتالي نحن إذا تنسيق أيضا في التحرك حتى داخل القارة الأفريقية. القلق الإريتري أعتقد أن يستند إلى عوامل موضوعية بالفعل. أولا في أمر أو في جزء يتعلق بالتنافس الدولي على هذه المنطقة، يعني الأمر يتجاوز مسألة تركيا أو قطر. أعتقد أن هناك تنافس دولي أيضا مؤشراته شديدة الوضوح، أهمها التسابق الدولي على بناء قواعد عسكرية في جيبوتي. هناك أربع دول حتى الآن لديها قواعد عسكرية، الصين واليابان من القوى الآسيوية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.